بسم الله الرحمن الرحيم. أعزاء الطلاب، سنقوم هذا اليوم بحل عدد من التمارين الخاصة بموضوع الـ Pressure on Plane Surface، الضغوط على السطوح المستوية، حساب الضغوط ومواقع القوى على السطوح المستوية. نجي المثال رقم واحد، Rectangular Plate، عندنا بليتة ريكتانجولر مستطيلة 5 متر ارتفاع وعرض 4 متر. Blocks the end، تغلق نهاية of 4 متر deep fresh water channel، قناة مائية تغلق هذه البوابة أو البليتة، تغلق قناة مائية العمق مالتها 4 متر as shown، كما موجودة في هذا الشكل. هذا مستوى الماء عندي 4 متر، ارتفاعها هي هنا عندي 5 متر، العرض مالت هذه البليتة هي 4 متر. The plate is hung about horizontal، هنالك مفصل في النقطة رقم A لهذه البليتة أو البوابة، مفصل في النقطة رقم A at point A. بعد شنو عندي؟ هذه البوابة تمنع من الحركة بواسطة نتوء في النقطة رقم B، fixed rigid، نتوء rigid. أوجد مقدار القوة المؤثرة on the plate by the rigid، أوجد مقدار أو قيمة القوة المؤثرة على هذه البوابة في النقطة رقم B، في النقطة رقم B. لحل هذه النوعية من الأسئلة، أول شيء تتجي تباوع الرسم مالتك، بما أن الشكل هي بوابة وتباوع هذه البوابة هي شكلها دا يكون عمودي، فبالتالي نجي أول شيء نحسب القوة الناتجة نتيجة ارتفاع مستوى الماء. فلحساب هذه القوة نطبق القانون اللي عندنا، قيمة القوة يساوي الـ specific weight لل السائل او الماء اللي عندي اللي هنا هو الووتر في شنو الاجداش. الاجداش يمثل هنا طلاب هو البعد الشاقولي عن المركز الهندسي، البعد الشاقولي عن المركز الهندسي في المساحة بس يا مساحة هي المساحة المعرضة لهذا، يعني لهذا السائل، المساحة المعرضة لهذا السائل. فنجي أول شيء أنا أستخرج البعد الشاقولي اللي هو أجداش هنا، البعد الشاقولي بما أن البوابة عمودية فبالتالي راح يكون الأجداش يساوي لي الواي داش، يعني البعد الشاقولي من للمركز الهندسي للشكل اللي عندي للبوابة يساوي لك الواي داش اللي هو البعد المائل، كما موجود بالمحاضرات إذا تشوفوها في البوابات المستوية راح يكون البعد الشاقولي مساوي للبعد المائل، البعد المركز الهندسي المائل، لأنه شنو؟ لأنهم اثنيناتهم بشكل عمودي، لأنهم بشكل عمودي. زين نجي الجاما للمي هي معروفة 9810 في نجي الأجداش المركز الهندسي، بعد الشاقولي المركز الهندسي بما أنه هي عبارة عن مستطيل، فبالتالي الأجداش راح يساوي لقيمته 2 متر، لأن يعني المساحة المغمورة مو كلها على الخمسة تأخذ، لا هي المساحة المغمورة 4 متر، فبالتالي راح يكون نصفه، فبالتالي راح تكون قيمته 2. الأريا 4 والعرض عندي 4، فبالتالي صارت الأريا عندي 16 متر سكوير. إذا مقدار القوة F إيش قد راح تكون؟ قيمتها نجي نضرب 9810 في 2 في 16، وبالتالي تطلع عندي 313 كيلو نيوتن، كيلو نيوتن. زين هسه حاليا انا اريد قيمه الواي بي، قيمه الواي بي شو تمثل لك طلاب؟ قيمه الواي بي قلنا الواي بي تمثل البعد المطلوب حسابه لمعرفه موقع هذه القوه المؤثره. هسه انا وجدت قيمه القوه، بس انا اريد اشوف موقع هذه القوه المؤثره وين، بيا مكان، بالاعلى بالاسفل. قلنا هذا هو المركز الهندسي، ودائما هي دائما تكون في اسفل المركز الهندسي، يعني أوطأ من مستوى المركز الهندسي. هنا أنا عدي أنا هنا حالي بطريقتين. الطريقة الأولى هو جاي إحنا الشكل مالت هذه القوة المؤثرة على هذه البوابة عند مستوى سطح الماء راح يكون قيمته صفر، وبالأسفل في آخر
عند النقطة رقم بي راح يكون أكبر ما يمكن، أكبر ما يمكن. فبالتالي هذا أصبح عندي الشكل شنو طلاب؟ أصبح عندي الشكل مثلث. فبالتالي على مود أجد أنا مركز هذا المثلث هو شي يكون؟ هو لازم 2 على 3 من قيمة الأجداش، من قيمة اللي هو الأجداش هنا يمثل لك، يمثل لك هذا الارتفاع كلي هنا في هذه المسافة بهذا المثلث أقصد. فبالتالي 2 على 3 في قيمة الأجداش اللي هو 4، فبالتالي طلع لي القيمة 2.66 متر. هذه بالاعتماد على الشكل المتمثل للقوة صار عندي شكل مثلث، وفقط في البوابات العمودية، فقط في البوابات العمودية. يعني حتى أحسب مركز هذا المثلث موقعه وين أطبق، هي يكون 2 على 3 من قيمة ارتفاع، من قيمة هذا الطول مات هذا المثلث. فبالتالي وجدت هذه القيمة. الطريقة الثانية الواي بي، موقع هذا القوة شي يساوي لك؟ يساوي لك الواي سي اللي هو شي مثل البعد المركز الهندسي للسطح عن النقطة O اللي هو نفسي راح يكون الأجداش، نفسي هنا راح يكون الأجداش يعني قيمته 2 أيضا، زائد المومنت أوف إنيرشيا لهذه البوابة شكلها مستطيل، أقدر أطلع المومنت أوف إنيرشيا زائد على الواي سي المركز الهندسي في قيمة الأريا. فبالتالي أنا قيمة الواي سي أنا أعرفها، المساحة المغمورة هي 4، بعد المركز البعد المركز الهندسي قيمته 2 هنا نصه لأنه قلنا مساوي للبعد الشاقولي، قيمته 2 فصار 2 زائد. بالنسبة للآي الشكل مالتي يعني مال البوابة هو مستطيل، فبالتالي هو بي اللي هي تمثل لك القاعدة في اتش كيوبيك اوفر 12 المومنت اوف انيرشيا. هذا ترجعون بي للأشكال طلاب ومهم تحفظوهن. بي القاعدة 4 في الاتش كيوبيك، زين البي انا عندي قلنا العرض مالت هاي البوابه هو 4، الاتش كيوبيك هو مقدار الارتفاع مال الجزء المغمور، مساحه شكل مستطيل. انا هذا المثلث ما لي علاقه به، هسه هذا المثلث بالنسبه للجزء الاول اقدر استخرجه بي، وفقط قلنا البوابات العموديه المائله ما تشتغل عندي هذا، بس انا بدي احكي هسه بالنسبه للجزء الثاني. الواي سي قلنا هو ناخذ المركز الهندسي للشكل مال البوابه المستطيل اقصد، زائد المومنت اوف انيرشيا لهذه البوابه اللي هي العرض ب 4 في ارتفاع الجزء المغمور اللي هو اتش كيوبك على 12 على الواي سي قلنا 2 في شقد؟ في قيمه الاريا مال هذه الاربعه في 4 في قيمه 16 هذه، وهي راح يساوي لك تشوفه الواي بي نفس موقع هذه القوه. بالتالي يعني هذا اذا استخدم في هذه الحاله اذا استخدمت هذه الطريقه او هذه الطريقه هي اثنينات صحيحات، طلعت لي قيمته 2.667 متر. هنا أنا مثل ما قلنا احنا هذا موقع هذه القوه راح يكون اسفل المركز الهندسي، قلنا احنا المركز الهندسي لهذا المستطيل هي 2، فبالتالي هو 2.66، بالتالي هو في هذا الجزء، في هذا الجزء. هسه لحساب القوه اخذ مومنت حول نقطه A يساوي صفر، فبالتالي ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي مقدار القوة هذه F في شقد المسافة من هنا قلنا احنا 2.667 زائد ياهو زائد هذا الجزء اللي ما مغمور بالمي قيمته 1 اللي قيمته 1. شو يساوي لك؟ القوة المؤثرة نتيجة هذا النتوء الموجود هنا واللي غالقة هذه البوابة الأفرج في شقد؟ في طول هذه البوابة اللي هو قيمته شنو؟ قيمته 5، في قيمته 5. وبالتالي أوجدنا مقدار هذه القوة، ما عندي بعد قوة أخرى، ما عندي قوة أخرى، وبالتالي وجدت هذه القوة. لأن أنا هاي الأف أنا موجودة قيمتها 313.9 في المسافة مالتها، مسافة العمودية هذه تساوي لك القوة هذه في مسافتها شنو العمودية في الخمسة، في الخمسة. وبالتالي طلعت قيمة الأفرجت 230.2 كيلو نيوتن. هذا المثال رقم 1، مثال بسيط وشكل البوابة عمودية، بالتالي قدرنا نحسب قيمة هذه القوة المؤثرة لإغلاق هذه البوابة. نجي المثال رقم 2، هنا راح يكون هذه البوابة راح تكون مائلة، بالتالي نتعلم إذا كانت البوابة مائلة كيف نتعامل ويا الحالة. هوموجينيوس
2 متر وايد، عرض هذه الجيت او البوابة 2 متر و4 متر لونج ريكتانجولر جيت. اذا بوابة مستطيلة عرضها 2 متر وشنو وطولها 4 متر، هاي طولها 4 متر وهذا طولها 4 متر والعرض مالتها ايش قد 2 متر. هنا انا قايل البوابة تزن 360 كيلوغرام، اذا هذه البوابة بيها وزن. هنا انا اذا عندي قيمة الوزن معلومة، فبالتالي ايضا راح تدخل هذه ضمن الحسابات مالتي. is held in place by horizontal flexible cable. اكو عندي هذا كيبل ماسك هذه البوابة، هذا الكيبل ماسك لهذه البوابة as shown in figure. هنا أنا عندي water acts against the gate، ايضا هنا أنا عندي مي موجود في هذا الشكل، هذا مثل ما تشوف اكو مي، فبالتالي اكو تأثير قوة لهذا الووتر على هذه البوابة، على هذه البوابة which is hanged at point 8. هذه البوابة اكو هنا أنا عندي مفصل، مفصل هنا أنا بالنقطة رقم A، في النقطة رقم A friction negligible يعني قوة الاحتكاك اهملها. اوجد the tension in the cable، اوجد مقدار التنشن في هذا الكيبل، مقدار التنشن في هذا الكيبل، يعني هذا الشكل مثل ما تشوفوا، هذه البوابة مقدار الغمر اللي عندي هنا هذه على مستوى هشوف 3 متر، 3 متر من نام أثر لي، طول البوابة كلها 4 متر، وزن البوابة 360 كيلوغرام، عندي كيبل هاي كامش البوابة منها، الزاوية هذه ما هي البوابة مو بشكل عدل، مو بشكل عمودي، لا بشكل مائل، بزاوية قيمتها مقدارها 60 درجة. نفس الطريقة السابقة نجي احنا نحسب اول شيء القوة، نجي نحسب القوة نتيجة وزن السائل اللي موجود عندي. فالقوة هي الكثافة الوزنية للووتر في الـ H البعد الشاقولي، البعد الشاقولي للجزء المغمور في قيمة شنو؟ في قيمة الأريا. هسا أجي أباوع الأريا، أنا عندي منا لهنا هي قلنا 4 متر، 4 متر، بس أنا إيش قد عندي الجزء المغمور؟ هو فقط هنا أنا هو ماخذه شنو طلاب؟ 3 متر، هذا الجزء 3 متر، إذن 3 في العرض 2 فبالتالي صار 6 متر، 3 في عرضها 2 متر فصار عندي شنو 6 متر تربيع. زين احتاج قيمة الاجداش، بس الاجداش اللي هو شي يمثل لك بعد الشاقولي عن المركز الهندسي، البعد الشاق ها هنا انا عندي هذه 3، هذه 3 البوابة مستطيلة، اذا مركزها على بعد 1.5، بس انا هذا ما اقدر احطه بالاجداش هنا، لا انا احتاج قيمة أو مقدار البعد الشاقولي، قيمة أو مقدار البعد الشاقولي عن مستوى سطح هذا المي. زين هذا شلون أوجده؟ أنا عندي ساين ثيتا، ساين الزاوية هو يمثل لك مقدار البعد الشاقولي على اليمن على الوتر. زين الوتر إيش قد؟ هي نص الثلاثة صار 1.5، فبالتالي الساين ثيتا هي الأجداش على 1.5، ساين هاي الزاوية هنا الاج داش على من؟ على هذه المسافة اللي هي تمثل لك 1.5. اذا قيمة الاج داش راح تكون 1.5 في قيمة الساين 60، ساين 60. هسه اجي اعوض حتى استخرج قيمة القوة، اذا الفورس الكثافة الوزنية للمي 9810 في قيمة الاج داش هي 1.5 في ساين 60 في قيمة الاريا قلنا الجزء المغمور اللي هي طلعناها 3 في 2 قيمتها 6، فبالتالي الاف راح تكون عندي قيمتها 67.46 كيلو نيوتن. موقع هذه القوة حسب القانون واي بي شو يساوي لك؟ الواي سي اللي هو يمثل لك بعد المركز الهندسي، البعد المائل هنا أنا راح يكون البعد المائل، بعد المركز الهندسي للسطح، يعني البعد المائل يمثل لك قيمته، يعني البعد المائل من هنا هذا الواي سي زائد الاي سي مومنت اوف انيرشيا للشكل اللي عندي على اليمن الواي سي في قيمه الاي. نجي هسه البعد المائل، هذا البعد المائل المن للمركز الهندسي للشكل هو ريكتانجل وهاي 3 هو كله جزء المغمور،
فهذا البعد المائل اللي هو قيمته 1.5 زائد المومنت اوف انيرشيا للشكل، بما انه هو ريكتانجل مستطيل، القاعده مالته اذا 2، هو قايل لك الويدث مالته 2 في اتش كيوبيك اللي هو الجزء المغمور 3.63 على 12 على 12 على اليمن على الواي سي قلنا هسه هو 1.5 في قيمه الاي اللي هي قيمه 6، وبالتالي الواي بي راح تجد انها قيمتها 1.5 زائد 0.5 وصارت قيمتها 2 متر. 2 متر يعني اذا 1.5 هي هنا البعد المركز الهندسي، اذا بعد هذا مركز القوه هذا راح يكون الواي بي على بعد 2 متر، اذا نزل هذا تقريبا هنا الموقع مال القوه المؤثره راح تكون هنا. زين هسه انا اجي فالدايجرام بسيط حتى اعرف مكانات القوه حتى استخرج التنشن هو رايده هنا بهذا الكيبل هو بالسؤال رايده، فبالتالي المفصل عندي هنا راح اسوي سميشن اوف ام اي يساوي صفر. خلينا نشوف التنشن، هذا التنشن في شنو البعد العمودي طلاب، مو بالمسافه ما تلقيت كلها، لا في البعد العمودي هذا. زين هذا شلون استخرجه البعد العمودي؟ ايضا كلها البوابه اللونج مالتها او الطول 4 متر، فبالتالي 4 ساين الزاويه، 4 في قيمه ساين الزاويه 60، ساين الزاويه 60 حتى يستخرج البعد العمودي طلاب. هذا البعد العمودي انا اريده، هذا البعد العمودي. في شنو؟ اكو عندي محصله الوزن، نعم هاي محصله الوزن، فبالتالي هاي راح تكون ايضا دبليو كوساين 60، دبليو كوساين 60، وهذه هي قيمه القوه المؤثره اللي هي ايش قد صايره؟ هي طلعت لي منها 2 متر، اذا بقت لي ايش قد؟ بقت لي فقط 1 متر. اذا اجي احسب قوه التنشن هذه في المسافه العموديه اللي قيمتها شنو؟ 4 طول هاي البوابه كلها 4 في ساين 60، ساين 60 شو يساوي لك؟ محصلة الوزن دبليو كوساين 60 في المسافة مالته هنا انت عندك منا لنا كلها 4، اذا من السنتر مال الريكتانجولر هي الجيت الموجود الى هنا راح يصير 2، راح يصير 2 في قيمة 2 زائد قوة الفورس في المسافة مالتها اللي قلنا قيمتها ايش قد؟ قيمتها 1، فبالتالي بقى عندي مجهول فقط التنشن راح يكون مجهول. اذا التنشن تي في قيمة 3.46 اللي تمثل لك هاي قيمة 4 ساين الزاوية 60، 4 في ساين الزاوية يساوي لك قيمة هذا الجزء اللي ما محصلة الوزن في قيمة البعد مالتها اللي هو قلنا 2، يعني هي كلها 4 نصها 2 زائد قيمة القوة اف اللي عندك هنا في المسافة مالتها البعد اللي هي قيمتها 1 متر، فبالتالي يطلع لك قيمة التنشن يساوي لك 23.11 كيلو نيوتن، كيلو نيوتن. زين نجي على السؤال اللي وراء، السؤال اللي بعده اللي هو عندي بوابة مثلثة هنا راح تكون، نشوف شلون نتعامل مع البوابات في هذا الشكل الآخر. Find the location of the resultant force of the water on the triangle gate. إذن أنا عندي بوابة شنو هنا؟ أنا عندي مثلثة، شكل البوابة مثلثة. And the force P أو شنو يريد؟ موقع القوة F، موقع القوة F المؤثرة على بوابة مثلثة الشكل. And مقدار the force P، مقدار القوة P اللازمة to hold in the position as shown، ومقدار هذه القوة التي اللازمة أو الضرورية لبقاء الشكل كما هو، يعني يبقي هذه البوابة مغلقة، مقدار هذه القوة P اللي تبقي لك هذه البوابة مغلقة. هنا ايش قال لك؟ neglect weight of gate، بالتالي هيك نوع من الأسئلة إذا أعطاك الوزن مالت البوابة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار، أما إذا هو قال لك أهملها أو ما أعطاك وزنها بالتالي أنت راح اوتوماتيكيا تهملها. نجي خلينا نشوف هذه مائلة، هذه هي البوابة، هذا الهنج مالتي انا هنا المفصل، هنج من اقول هنج يعني مفصل، هذه البوابة شكلها مثلث، شكلها مثلث. المسافة من البداية البوابة قيمتها 5 متر،
زين، البوابة مثلثة، طول البوابة هو ارتفاعها، ارتفاع هذا المثلث 3 متر، العرض مالته 2 متر، 2 متر، مستوى الماء هذا هو مستوى الماء، زاوية عندي مقدارها 53. فبالتالي أنا نفس الطريقة السابقة أجي أريد أحسب أول شيء القوة. قوة قلنا الكثافة الوزنية للمي في البعد الشاقولي، البعد الشاقولي للبوابة عن المركز الهندسي في قيمة الأريا. هسه نيجي أستخرج قيمة الأريا، بما أنه هاي شكل البوابة مثلث فمن الرسم مالته أوتوماتيكيا نص القاعدة في الارتفاع. إذن القاعدة 2، نص الـ2 في الارتفاع اللي هو 3 متر، فبالتالي وجدت قيمته. أنا هاي 2 تروح هاي 2 تبقى لك 3 متر سكوير. زين، البعد الشاقولي عن المركز الهندسي هذا شلون أحسبه؟ يعني بما ان البوابه هذه مثل ما تشوفون هي مثلثه، فبالتالي بالتقسيم مالتها المركز مالتها راح يكون 2 على 3، وهذا المنا من الاسفل هو 1 على 3، 2 على 3 منا، وبالتالي هنا هاي 1 على 3 من الاسفل. اذا قيمه الاجداش هي شنو؟ 7 ساين 53. هاي شلون وجدها؟ هذه شلون وجدها؟ خلي نباوع هنا، أنا أحتاج البعد هذا، هذا البعد اللي أحتاجه أنا. فبالتالي أنا شنو اللي راح يكون عندي؟ عندي 5 اللي هو مسافة منا إلى بداية البوابة، هذه 5 5. زين، أنا عندي منا لهنا كلها 3، فبالتالي هذه عندي مسافة للمركز إيش قد راح تكون؟ راح تكون 2 على إيش قد؟ 2 على 3، 2 على 3. فبالتالي منها إلى هنا إيش قد راح يصير طلاب؟ هذا البعد العمودي إيش قد راح يكون عندي؟ راح يكون عندي ساين 53، ساين هي المقابل الأجدش اللي أني أريده، الأجدش اللي أني أريده على اليمن على هذا البعد اللي هو من سنتر، هذا السنتر لهاي البوابة اللي هو سنتر المركز الهندسي، المركز الهندسي زائد قيمة هذه 5. إذن 2 أنا عندي هنا، هاي مسافته قلنا 2 من 3، 2، إذن أنا عندي هنا 2 زائد 5 صار إيش قد؟ صار 7. فبالتالي هي عبارة عن 7 ساين 53. المسافة من هذا المركز إلى هذا السطح العمودية هي عبارة عن شنو؟ 7 ساين 53. زين، هسه نجي احسب القوة. القوة تساوي لك اذن الجاما اللي هي 9810 في المسافة هذه العمودية والشاقولية اللي هي 7 ساين 53، وقلنا شلون وجدناها؟ هاي 5 زائد 2 من هذا المثلث، لان موقع المركز هنا راح يكون، فبالتالي 5 زائد 2 صار 7، 7 ساين 53. في شنو؟ في قيمة الاريا، الاريا ايضا وجدناها، احنا قلنا قيمتها 3 متر سكوير، وبالتالي اوجدنا قيمة القوة مقدارها 164.52 كيلو نيوتن. هسه انا اريد اجي اوجد موقع القوة لها، موقع القوة على هذه البوابة الواي بي. اذا الواي بي يساوي لك الواي سي زائد اي سي، مثل ما تعلمنا واي سي في قيمة الاي. اجي استخرج الاي، الاي هو شنو؟ بي اتش كيوبيك اوفر 36، مو مستطيلة هنا، هاي البوابة مثلثة، فال بي اتش كيوبيك اوفر 36. زين، نجي اذا الواي بي ايش تساوي لك؟ الواي سي الموقع المركز، موقع او بعد المركز الهندسي للسطح عن هذه النقطة. بعد هاي من هنا الواي سي، بعد المركز هذا، البعد المركز الهندسي هنا راح يكون عن هذه النقطة. زين، بعد المركز الهندسي قلنا ايش قد قيمته هسه؟ هاي 5 زائد قلنا 2، فبالتالي صار قيمته 7، قيمته 7 زائد الاي سي البي هو عرضه ايش قد؟ هو قايل لك ايش قد العرض مالته هنا، ها من خلال الرسم هو ما معطيك اياها بالسؤال، هي قيمتها 2 البوابة، فبالتالي بي 2 العرض مالتها 2 في الاتش كيوبك 3 تكعيب على 36 في قيمة الواي سي اللي هي قلنا 7 في شنو؟ في الاريا اللي هي 3. اوجدنا قيمة الواي بي، وجدنا قيمة موقع هذه القوة، موقع هذه القوة، فبالتالي قيمة يعني الواي بي طلع 7.071 متر.
زين، فبالتالي المومنت عند النقطة O تساوي صفر، ناخذ عزوم هسه هنا، ايش راح يكون عندي؟ هذه القوة اللي هي مكانها هنا في 3 متر، ايش تساوي لك؟ موقع القوة المؤثرة على البوابة F اللي هي قيمتها هاي وجدناها 164.5 في البعد مالتها. زين هسه البعد ايش قد هاي المسافة منا لهنا طلاب؟ هاي المسافة منا لهنا ايش قد راح يكون؟ هذه هي كلها 7.071. احنا وجدنا قلنا هنا هذه 2 و3 و2 هنا العفو و5 صار 7 كلها، بس احنا هذا الموقع الواي بي هو 7.071، فبالتالي اخذ من هاي 7 شويه اسفل هذا المركز، شويه اسفل هذا المركز مقدار 0.71. فايش قد بقى من هذا الواحد اللي هنا؟ ايش قد بقى من هذا الواحد؟ بقى 0.929. فبالتالي قيمة هذه القوة في هذه الإزاحة المسافة اللي هي منا لهنا، وبالتالي فقط ما عندي أنا قيمة الفورس عندي، المسافات عندي، فقط قيمة البي غير معلومة، أوجدتها وطلعت لي قيمتها 50.9 كيلو نيوتن. شوية سؤال يراد لتركيز هذا المثلث، فحتى تنتبهون، لأن أغلب الأسئلة حقيقة تجي من هذه النوعية، فبالتالي يكون أنت عندك معرفة بالحل. أتمنى يكون الحلول واضحة بالنسبة لكم. شكرا جزيلا.